طرف مقاطعة سيدي بليوط بشراكة مع مجموعة تقادة وكازاوي. هذا الحفل هذا ارتئينا أننا نديروه في هذا النهار الجميل بالاحتفاء والاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد ذكرى 24. وحنا كالعادة ديالنا في المقاطعة في جميع المحطات وجميع الأعياد وجميع يعني كلهم المناسبات كنحاولوا ما امكن اننا نكرسوا داك الاهتمام ديالنا بالفن وبالثقافه واكثريه الثقافه والفن ديال المنطقه. والحمد لله كان حفل متميز جدا بالحضور ديالو بالجمهور ديالو بالتعبئه ديالو بالفنانه ديالو. الحمد لله كل شيء دار مجهود كبير. كل عام وانتم بخير. الله ينصر سيدنا والله يطول ليه في عمره الله يحفظه لينا ويبقى ديما مغربنا موحد والصحراء مغربية والصحة والسلامة والحمد لله. وهذه بلاد الخير وبلاد بلاد الفن وبلاد السعادة والحمد لله. وكنتمنى أننا نبقاو هكا سنين طويلة إن شاء الله.